فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول إنها امرأة كبيرة في السن، وقد حججت تقول قبل 30 سنة ووكلت في الرمي، ولما سألت العلماء أفتوني بأن أذبح فدية في الحرم، فقمت بذبح فدية في الحرم للفقراء لكني أكلت منها، هل يجوز أن أكل منها؟ ما يجوز، لأن كفارة، والكفارة لا يأكل منها صاحبها، فهي تضمن قدر ما أكلت تتصدق به في الحرم. نعم، فضيلة الشيخ، تشتري لحم بقدر ما أكلت تتصدق به في الحرم. نعم،